سأل صديقي حين رأى عنقود قصائد لامعة تتلألأ في الظلمة: ما الفرق الليلة بين الشاعر والمصباح؟ قلت: هناك مصابيح موفرة للطاقة، ليس هناك قصائد تفعل ذلك، فالشعر كفاح، آلة الاستضواء العين، وحتى الساعة لا يعرف شيء عن آلة الاستشعار سوى الحدس اللماح. يتلاشى تأثير الضوء إذا انطفأ المصباح، فهل يبقى الشعر إذا سكت الشاعر ذات مساء أو ذات صباح؟ لا يتوهج إلا في سجن زجاجته المصباح، فهل يتوهج في سجن قصيدته الشاعر؟ إن الشاعر لا يتوهج إلا في سجن قصيدته اللفاح. يتلاشى تأثير الضوء إذا انطفأ المصباح، فهل يبقى الشعر إذا سكت المصباح؟ فهل يبقى الشعر إذا سكت الشاعر ذات مساء أو ذات صباح؟ ضوء الشاعر أسود حيث الظلمة أملأ بالمعرفة المجهولة والأشباح. قال صديقي: قل ما شئت لحد الصبح فلن تقنعني، في الظلمة لا فرق هنالك بين الشاعر والمصباح.